يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد إخوتي ذهب بوالدتي إلى رجل للقراءة عليها، يقول أحد إخوتي ذهب بوالدتي لقارئ أوراق يقرأ عليها، وبعد أن قرأ عليها خنقها ثم تركها، فهل الخنق من الرقية؟ لا، الخنق هذا عذاب تعذيب، هذا تعذيب، ولكن هذا كأنه يريد أنه يعمل شيء يقال أنه يعرف الرقية وأنه كذا وكذا، إلا الرقية ما فيها خنق ولا فيها ضرب، إنما فيها قراءة القرآن والنفس على المصاب والدعاء له. نعم.